الآن شباب رسمياً خلاص جربنا كل النسخ المحسنة اللي نزلت على الهاتف يا حبيبي. اليوم راح نجرب جي تي اي 3 النسخة المحسنة. لا تنسوا شباب الدعم، اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ على طول يا حبيبي. نروح إلى جيم، طبعاً ما عدلت ولا إعدادات أتوقع، خليني أتذكر وأشوف. جرافيكس، نعم شباب ما عدلت ولا إعدادات، الإعدادات اللي تجي يعني مع اللعبة من أول لما تدخلها. المهم يلا نعيد يعني بداية جديدة. كونفيرم، يلا نيو جيم. اوكي من هذا المصلع، والله ما ادري من، لكن يلا. واو، باك جراوند يعني جديده شباب، لم تكن من قبل. وهذا الكاتسين الاولي، سرقه البنك ولكن محسن بجرافيك محسن، رسومات، تفاصيل، اضاءه، كل شيء يا حبيبي. انظروا انظروا، يا كاتالينا شباب. اوه رايتم، يا كلاود شكله رهيب مره شباب. تفاصيل، انظر انظر تفاصيل وجهه وملابسه، واو رهيب. الان رسميا اقدر اقول لكم هذا اكثر شخصية يعني مضبوط وجهها شباب، يعني حسنوه الى الافضل ليس الى الاسوأ، مثل شخصية سي جي في جي تي اي سان اندرس، غيروه حرفيا، يعني قضوا على ام الذكريات. لكن هنا والله حسنوه بشكل فظيع مرة، رهيب اسطوري. فيلا شباب راح نتخطاها، يعني صار شكله افضل بكثير شباب. هذا هو افضل تحسين للشخصيه، هو هذا كلاود من جي تي اي 3، افضل تحسين لشكل الشخصيه. ها انظروا شكله، والله مضبوط يا حبيبي، ترون شباب، واه رهيب مره. هذا ما غير لك شكل وجهه ولا اي شيء، يعني فقط حسن يعني التفاصيل، ما غير شكل وجهه، هو حرفيا كالنسخه العاديه وحسن يعني شكل وجهه وهكذا، ليس كجي تي اي سان اندريس وهكذا الشباب، يعني ماذا فعل؟ غير شكل وجهه 360 درجة يا حبيبي. الآن شباب انظروا، هذا هو الجرافيك النسخة المحسنة اللي يجي مع اللعبة، راح نعدله شباب إلى الأفضل، نعم، أعلى إعدادات ممكنة. جرافيكس، علي الريزولوشن آخر شيء يا حبيبي، طفي الكلاسيك لايتنج شباب، مثل ما تعودنا راح نسوي هذا الشيء أكيد، يصير الجرافيك أفضل شباب. والإضاءة نخليها هكذا شباب، نعم. الآن نرجع انظروا كيف صارت، واو ما شاء الله، والله رهيبة رهيبة. يلا طبعا ما راح اتخطى شباب وانا اقوم يعني بالمهمة هذه الاولية، اتوقع مهمتين لازم يعني نسويها، لازم ما نقدر يعني نوقف، لازم نسويها حتى يعني يعطينا الاختيار، يعطينا الراحة يعني نقدر نسوي وقت ما نبغى. المهم اتمنى انكم فهمتموني شباب. انظروا انظروا هنا، واو يا الاضاءة والانعكاسات وكل شيء يا حبيبي. طبعا الراديو شباب انا مطفي من قبل الموسيقى شباب، مطفيها نعم، لكي لا ناخذ كوبي رايت يا حبيبي، تعرفون اغاني جي تي اي دائما عليها كوبي رايت شباب. المهم يلا يلا يا حبيبي، راح يا الله، واو واو واو، هذه في الليل، انظروا كيف مضيئه ما شاء الله، وتحس كانه نهار، نحن في الليل، الخامسة الصباح ظننت نحن في الليل، لكن في الليل وراح تكون مضيئة شباب حرفيا، ما راح تحس يعني بالظلام الدامس اللي كئيب مرة، راح جميل جدا، لكن تخيلوا في النهار كيف ستصبح، والله رهيبة. أيضا انظروا شباب، انظروا الدخان يتطاير من الأسفل، هو كان من قبل أتوقع، لكن انظروا الآن كيف أصبح شكل الدخان، رهيب رهيب. إي فوتنا المكان، نعم فوتناه، انظروا كيف تتدمر السيارة. اوكي والله التفاصيل مرة رهيبة شباب، اسطورية حرفيا. واي اين وصلنا في يعني الجرافيك في الهواتف، اين وصلنا؟ رأيتم شباب تقريبا راح نوصل الى جرافيك البلاي ستيشن وهكذا، والله قريب راح نوصل، اعطوهم سنة سنتين نكون وصلنا شباب الى ذلك يعني الجرافيك، نصير نلعب الالعاب تريبل اي كلها في الهاتف، واو يعني من دون اتصال انترنت ولا اي شيء، تعرفون الان نقدر لكن باتصال انترنت شباب، يعني لازم محاكيات وهكذا، لكن نلعبها قصدي نحملها من متجر جوجل بلاي ونلعبها، والله دايم اذا يسوون ذلك الشيء مرة دايم يا حبيبي، يسهلون كل شيء، تصير فقط من هاتفك اينما تذهب تقدر تلعب لعبة، يعني لعبة قوية وهكذا، العب البلاي ستيشن والبي سي. اوكي دايم يا حبيبي، يلا خلاص
واو لاحظتم الان الجرافيك كيف صار شباب في النهار يا حبيبي. لازلنا في مهمه، هذه المهمه اتوقع الاخيره وخلص شباب نقدر نوقف. راح نتخطى الكاتسين، نتخطاها شباب، ليس يعني تختيم، نحن ختمناه بالنسخه الكلاسيكيه. فيلا تخطى الكاتسين، يهمنا نرى الجرافيك. اوه يلا نعم، واو الجرافيك يا الله ايش ده، حرفيا شباب مدري وش اقول غير ما شاء الله فقط. انظروا التفاصيل، ايضا اللمعه اللي في شعر كلاود، وهكذا اللمعه شباب، اللحيه طالعه، كل شيء شباب، كل شيء تفاصيل خرافيه حرفيا، لا ادري كيف، ما شاء الله والله ما شاء الله، تفاصيل ايضا في كل شيء، تفاصيل في كل شيء، البنايات انظروا فوق، والله جميل جدا. يلا ضيعنا شويه وقت يعني في المهمه، لكن معلش يلا الان نروح. ايضا لا تنسوا شباب في كل هذه النسخ يعني اضافوا ما اسمه الرادار، اسم الرادار، نعم الرادار، يعني في الخريطه شباب ترون يعني في الخريطه ذلك الخط الاصفر يوريك يعني المكان اللي تروح اليه. والله حسنوا اشياء مره كثيره، سهلوا علينا طريقه لعب المهمات. تتذكرون من قبل لما كنا نختم شباب في اللعبه يعني كيف كانت صعبه لما ما نعرف وين نروح وهكذا، الان يورينا حرفيا طرقات لكي لا نتوه يعني. والله ديم حسنوها للافضل اكيد، هذا انظروا انعكاسات، كل شيء تريده موجود، كل شيء، فقط العب وقل الحمد لله. هذا وش تسوي؟ اوكي يلا نعم نفس المكان رجعنا شو اللي كنا فيه يعني. اوكي هذه الموسيقى كانت من قبل، واو يا الجرافيك الرهيب مره. وخلاص الان شباب يعني اتممنا المهمات اللي لازم نسويها لكي خلاص يفك لنا، نقدر يعني براحتنا نستكشف هكذا. المهم الان راح نستكشف، واو رهيبه جدا شباب، التفاصيل اعجبتني التفاصيل حرفيا. يلا نسرق السياره تاعتك، انزل. اي لاحظت بانه هنا لا توجد الدائرة، لا تقول لي بانه لا توجد تلك الدائره تغيير الاسلحه، يا رب اكون غلطان. توجد نعم، انا حرفيا لما يعني ضغطت على زر كوفسير اختفت، فظننت بان لا توجد شباب. المهم اي ايش يسوي هذا؟ اوكي تعتع، لو يعني حفظت كلمه سر لكي اكتبها، توجد هنا كلمه سر صح؟ خليني اشوف هنا، نعم والله في كل النسخ توجد تقدر يعني تكتب كلمه سر، والله رهيبه النسخ المحسنه اذا يعني هكذا تقدر تكتب فيها كلمات سر، ورهيب مرة، ليس يعني قروشة لازم تركب قائمة الغش ومدري ايش، واذا تشتغل على هاتفك واذا ما تشتغل انت وحظك، هنا فقط تروح الى الاعدادات راح تلقاها موجودة، انتر شيت كود، ادخال كلمة سر، يعني الشركة روكستار هي اللي اضافتها شباب، يعني يريدك ان تستعمل كلمة سر لكي تستمتع، هم يدرون بهذا، يدرون بانه يعني عاشقين العاب جي تي اي يحبون مره كلمه سر، يحبون يكتبونها وهكذا، اكيد هذا الكل يحب. اذا انت يا عزيزي المشاهد تحب اكتب لي في التعليقات اذا تحب كلمه سر او تفضل انك تلعب من دون كلمه سر، تجمع وكل شيء، تجمع رصاص الاسلحه، تجمع اسلحه وهكذا، فاتوقع انك راح تحب كلمه سر، راح تحبها، ما عندك يعني خيار اخر. المهم دعونا نضرب هذه المفسخه، يلا اسطري نفسك، ابلعي تستاهلي، انقلعي يلا. والله مضرب، اوكي اخذناه المضرب، اوه عنده سلاح، لو نقضي عليه راح ناخذ سلاحه. اجلب، لا اهرب. اوه يا المركبه هذه عسكريه رهيبه شباب، اوه ايضا سريعه، اوكي روح. هذا المكان اللي نقدر نفخخ فيه السيارة أين هو؟ نعم يوجد هنا، ذلك ما اسمه شباب؟ الايت بول أو لا أدري ما اسمه، نسيت حرفيا. المهم هو موجود هنا في هذه الأماكن حرفيا، أوه هذا هو نعم، ما رأيكم نفخخ هذه السيارة بالمال؟ نعم أكيد، أتوقع نعم راح ياخذ منا المال شباب، خليني نشوف كم راح ياخذ، ما أدري كم أخذ لكن أتوقع 100، والله ما أدري. لكن يلا فخخنا السيارة شباب، الآن راح نفجرها، ونعم لكي نرى شكل الانفجار كيف. أيضا هنا نقدر نغير الكام، نعم نقدر،
واي التفاصيل، يا الله يا الله يا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. انظروا انظروا، اوكي هو الان الجو ضبابي اتوقع، لذلك هكذا شبه مضببه شويه، ترون يعني شويه كئيبه شويه. نعم، لكن لما يكون الجو مره مره مشمس والله التفاصيل خرافيه رهيبه مره، تلعب وتستمتع، هذا وش تسوي. المهم يلا شباب، طولت عليكم ادري، راح اركنا هنا. اضغط ارم بومب ارمد، اهرب اهرب اهرب، يلا يلا انفجر انفجر. نعم يرتاح، انفجر يلا. اوكي 3 2 1 بوم. ايه وات، لماذا لم ينفجر؟ اوه صار جليتش ام ماذا، والله ما ادري. انفجر والله غريب وضعه، شو تخيلوا اركب ينفجر علي، ما اعرف لماذا لم ينفجر. وات شي، لما ركبت انفجر لا ادري شباب، انا فعلته ونزلت، المفروض تنزل نعم، لكن انا نزلت ما انفجر، غريبه والله غريبه. اوكي ننتظر، لازلنا ننتظر هنا ايضا. اوكي هنا شو ايضا راح ننتظر حتى يمر. ايه ايش ده، جديده هذه، ذا دكتور وما ادري ايش انيميشن ان وات. شباب هذه الكاتسين جديده، يوريك الاسعاف بانها اتيه وما ادري ايش، ما ادري ليش شباب والله ما ادري لماذا يعني عملوا لي تلك الكاتسين، انه الاسعاف يعني تاتي او تروح او لا ادري. المهم لا علينا، يلا نغير السلاح. مع الاسف اخذوا منا المسدس، اريد ان اخذه الصراحه مره اخرى، يلا لكي ننهي الفيديو تاتا. ايش ده مباشرة قبض علي، ايش ده لما فتح شباب الباب يعني قبض علي. اوه يا التفاصيل هنا، نعم قوية جدا هنا، واو شباب. نعم هنا ايضا، ايش دي يوريك الشرطة شباب، تلاحق مجرم او اها عرفت شباب، يعني لما تكون انت تنتظر ومدري ايش يوروك هذه الاشياء لكي لا تنتظر، لكي لا تمل قصدي اتوقع، اذا كنت غلطان قولوا لي في التعليقات شباب. حرفيا هذه كاتسين جديدة لم تكن من قبل، والله ما ادري انا لم الاحظها، حرفيا انا لم الاحظها لما لعبت النسخة الكلاسيكية. المهم انظروا انظروا هنا التفاصيل، بالله شوفوا التفاصيل، شوف شوف يا الله كيف اصبحت، والله تغيرت باتم معنى الكلمة، تغيرت الى الافضل اكيد، هذا تفاصيل ايضا في الارض وهكذا. دين يا حبيبي، والله اريد اريد سلاح، اريد شباب، انا مطفر ما عندي ولا شيء يا حبيبي. اوكي مطفر اسلحة انا، فلازم شباب لازم ضروري نحصل على سلاح او شيء لكي نجربه. نعم لازم ضروري، تعال تعال تتضارب معي، تتضارب مع كلاود. نعم الشرطين، نريد الشرطة، نعم تعالوا يلا. اين الشرطة، اين اين، اوكي اين اين، هاو هاو يلا انزل لي انزل لي. نعم ما راح يطلق علي نجمة واحدة فقط، ابلع ابلع اجلد اجلد ابلع يلا. رهيب شباب، يلا ايضا نركب سيارة شرطة لكي نحصل على شات، يلا اهرب اهرب. رهيبة جدا شباب، اوكي روح. واو يا السياقة الرهيبة، اعطيه يا وليد اعطيه. نعم انزل بهذه الطريقة، يلا يلا نجرب شباب السلاح على اي شخص يعني يكون في الطريق، حتى اذا كان باري ما دخلني ما دخلني، المهم اني اجرب السلاح على راسه. اجلي اوكي اوكي اوكي، اهرب اهرب. اوكي عندي الشات جان، اوه نايس. ابلع ابلع اجلد، والله نايس شباب استمتاع، اجلد ابلع خذ مضربه، والله جمعت اسلحة شباب، شوفوا تبقت لي طلقة راح افجئ راح اطلق. اوه قضوا علي خلاص، شوف والله رهيبة التجربة، رهيبة مرة شباب، اتمنى تكون عجبتكم، لا تنسوا تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك وايضا انشروه شباب في كل مكان. وانا لاحظت بانه اول مرة فقط يعني يجيبوا لك تلك الكاتسين وهكذا شباب، اللي هنا في المستشفى وايضا في الشرطة لما يقبضوا عليك. نعم لاحظت بانه اول مرة فقط، الان ها مباشرة دخلونا نلعب، خلونا يعني نلعب مباشرة. نعم رأيتم شباب، اتوقع كانت من قبل تلك الكاتسين، والله ما ادري اللي يعرف يقول لنا شباب، لاني انا لاحظت بانه جديدة، والله والله ما ادري شباب ما ادري، انا لم اركز في هذه الاشياء من قبل.
فقط كنت أختم في اللعبة فقط لما يعني ألعب هكذا أتعمق في الأشياء والتفاصيل وما أدري إيش. المهم لا تنسوا شباب نشر هذا الفيديو في كل مكان، ولا تنسوا أيضا لايك واشتركوا في القناة لكي تستمتعوا بهذه المقاطع يعني كل يوم يا حبيبي، لن تجدوا في أي مكان فقط في قناة وليدو. نعم فيلا شباب أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.